صوت لبنان العربي. صوت لبنان العربي، الأحداث التي حصلت خلال 12 ساعة الماضية في جنوب لبنان. غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة عيد الشعب، وأيضا قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي طال العديد من البلدات في الجنوب اللبناني، آخرها كانت بلدات مارون الراس وعيطرون. واشتعلت النيران في العديد من المنازل التي طالتها الغارات الجوية، تلال عيد الشعب وقذائف فسفورية مدفعية طالت كفركلة، بلدة رأس الناقورة وبلدة الخيام. أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية استهدافها لأكثر من 10 مواقع للعدو الإسرائيلي، وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها على إيقاع عدد كبير من الإصابات في الجيش العدو الإسرائيلي. كما قصفت المقاومة منطقة مرجليوت التي دوت فيها صفارات الإنذار. الهدوء الحذر والنسبي يخيم على منطقة جليل الأعلى، وهناك تعليمات للمستوطنين على المناطق الحدودية مع لبنان الالتزام بالملاجئ لأي حادث أمني مفاجئ في الأوقات القادمة. وهناك عدد من الطرق المتفرعة والرئيسية في منطقة جليل الأعلى والجليل الغربي مغلقة. كما تعرض الجليل الغربي وشتولة لقصف صاروخي من جنوب لبنان فتصدت لهم الكبة الحديدية. اليوم سوف تأتي إلى لبنان سفيرة الخارجية الفرنسية من أجل إبعاد المقاومة 40 كيلومتر عن حدود الليطاني، ولاحتواء التصعيد عند الجبهة الجنوبية ومحاولة إقناع لبنان لإرساء القرار الدولي 1701 الذي يتضمن لإبعاد حزب الله عن شمال فلسطين المحتلة. سوف تلتقي السفيرة الفرنسية بنجيب ميكاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سوف تلتقي بقائد القوات الدولية لليونيفيل. بالنسبة للمساعي الإسرائيلية للتوصل لاتفاق دبلوماسي مع حزب الله لن تنتهي، من المطروح التدخل العسكري نحو الجنوب اللبناني لإبعاد حزب الله. ما زالت النية الصهيونية على الطاولة الإسرائيلية المطروحة للاجتياح جنوب لبنان وقصف بيروت والضاحية. ونعود للتذكير عن تصريح بنيامين نتنياهو، وقال إذ لن يتوقف حزب الله عن قصفه للمستوطنات بالأساليب السياسية فهناك أساليب أخرى ومنها الدخول العسكري إلى جنوب لبنان.